بعد ما عدلنا الصورة تمام هنروح على الرسم. الرسم الرسم يلا يا عم الحاج. بعد كده هنضيف صورة، نعمل اضافة صورة، هسيب لكم الملحقات برضو زي ما قلتلكوا تحت كده في الوصف. نكبر على قد ما يقدر تحت كده على حسب ما انت محتاج. تمام يلا يا عم الحاج. وبنجيب تاني تمام، بس ده نقلب الجهة التانية. ايوه تمام كده. بس ما نخلص تمام بنحفظها. بعد كده بنقوم جايبين بنجيب تاني اللون. تمام فين يا عم اللون؟ هات اللون، ارجع كده. ايوه طبعا بتختاروا اللونين انتوا مع بعض. تمام انا هختار اللون ده وباخد بيه شرطة كده. ارجع يا عم ارجع فين. ايوه طبعا بنحدد الصلابة بتبقى واحد تمام، والحجم زي ما انتوا شايفين كده، والساعة تمام. خدنا الخط، بعد كده بنقوم عاملين تحويل، وبعد كده بنقوم مكبرين الخط زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بعد ما نخلص الخط ده بنعمل خط زيه، بس قبل ما بنعمل خط تاني بنعمل إضافة تاني طبقة. يلا يا سيدي اختار لون تاني أزرق. تمام نفس القصة برضه، يعني مش صعبة ولا حاجة. نعمل برضو تحويل وبنكبر. تمام بنعمل دمج، وبعد كده بنقوم عاملين من عادي لتراكم لتراكم أيوة تراكم. وأتمنى إن يكون الشرح عجبكم، وكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. وأتمنى يا جدعان الاشتراك وشير الفيديو تمام لأصحابكم. تمام وإن شاء الله في كتير.